اطلبوا تجدوا اكرام يفتح
محروم لأن كل من يسأله يأخذه ومن يطلبه يجده ومن يقرعه يفتح له فأي خبر يسأله إنه فضلا أفيعطيه حضرا أو يسأله سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة أو يسأله ويلة فيعطيه عقابا فإن كنتم فأنتم أشرار تعطون أنصاب أولادكم عقاب جيدتان فكم الحرير الآن من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه children.
حاشور لطالب توكل طيبين. الحد الاول من شهر بعونة زي ما سمعنا الانجيل بالعربي والانجليزي، احد التلاميذ جه للسيد المسيح وبيقول له علمنا يا رب ان نصلي. النهارده هنتكلم عن الصلاه، اهم عمل روحي في الحياه بتاعه الانسان المسيحي هي الصلاه. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه؟ الذي لا يصلي لا يوجد شيء فيه من الصلاح على الاطلاق. يعني ما تقدرش تقول الانسان ده شخصيه كويسه او انسان روحاني بس ما بيصليش، ما بيبقاش في اي شيء من الصلاح. ليه؟ عشان اي صلاح بياخده بياخده من ربنا. واحد الاباء بيقول الذي لا يصلي الا عندما يصلي فهو لا يصلي. يعني ايه؟ يعني لو انت بس بتقف الصبح عشان تقول صلاه باكر وتصلي بالليل ده ما يبقاش انف. ليه؟ عشان الانسان لازم حياته طول النهار تبقى صلاه مع ربنا طول النهار، طول ما هو ماشي زي اللي معاه موبايل فون ويبقى عنده كفرج في كل حته، عشان كل الكونكشن مع ربنا طول ما انت ماشي تكلم ربنا يا رب اجعله يوم كويس، معنى يا رب خد بالك من كذا، يا رب سلامك مش عارف طول النهار. ابونا مخيل ابراهيم بس كان عشان ينزل من الشقه بتاعته اللي ينزل تحت يصلي لكل الناس اللي ساكنين في العماره وهو ماشي يا رب استر علينا ويرشم الصليب على البيت، وعشان طول ما هو ماشي. واحد جه مره لابونا مخيل ابراهيم كان في كتاب اسمه حادث الصلاه طلع كبير قوي كده قد الانجيل، فقال له يا ابونا ايه الكتاب ده كله ده ايه ده؟ قال له يا ابني ما يهمكش الكتاب ده، اعمل زي ايه ما انا بعمل طول ما انا ماشي ايه اصلي. في ناس نوعين، نوع ناس تصلي ترفع وشها كده ربنا وتصلي وربنا بيستجيب، وناس بتصلي وتصلي حتى الصلاه بتاعتها ما تطلعش للسقف. النهارده هنتكلم الصلاه المستجابه، ازاي ربنا يستجيب صلاتنا. هنتكلم النهارده على 5 نقط. أول نقطة عشان ربنا يستجيب الصلاة لازم تكون صلاة بثقة وإيمان. تاني نقطة عشان ربنا يستجيب الصلاة لازم تكون من قلب طاهر. تالت نقطة عشان ربنا يستجيب الصلاة لازم تكون الصلاة ببساطة. رابع نقطة تكون صلاة حسب إرادة الله. خامس نقطة تكون صلاة بقانون. هقول 3 بالعربي و2 بالإنجليزي عشان إيه؟ إخواتنا اللي بالإنجليزي. أول نقطة بالعربي تكون صلاة بإيمان والثقة، يكون أنا بثق إن اللي واقف بكلمه ده سامعني. وكل حاجة بقولها ربنا سامع، وربنا بيشتغل بس بيشتغل في الوقت اللي بيشوفه مناسب. كان في أحد الخدام في مصر، والده ووالدته توفوا، وكان في كاهن يعني متابع معاه وكده، وكان كل مرتبه بياخده بيدفع الإيجار ويجيب الأكل بتاعه وبقية الفلوس بتاعته يقوم صارفها على الخدمة بتاعت مدارس الأحد. يعمل إيه؟ ياخدهم رحلات، يجيب لهم سندوتشات، يخرج معاهم وكل فلوس. فابونا قال له يا ابني كده مش هتعرف تكون نفسك. قال له يا ابونا انا عندي ايمان وثقه، لما هحتاج ربنا ربنا مش هيتخلى عني، عشان انا ايه؟ بحب الخدمه وكل فلوسي بصرفها على الخدمه. جه في يوم من الايام شاف خادمه كويسه فقال لابونا تعالى يا ابونا معايا عشان نتقدم لها. فجه الاب الكاهن وراح تقدمه للبنت، فابو البنت بيساله عندك شقه؟ قال له اه عندي شقه. قال له طب محوش كام؟ قال له مش محوش حاجة. قال له طب تقدر تعمل ايه؟ قال له لا ما عنديش حاجة. ابونا نزل معاه بيقول انا اتحرجت جدا وقلت له شفت دلوقتي انا مش قلت لك مش كنت تحوش؟ فقال له يا ابونا انت تصلي وربنا يدعك. بعدها بشهر بشهرين ابونا ده قبل ما يترشم كاهن كان ليه صاحبه بيشتغل في الدول العربية وجي زاره. قال له يا ابونا انا بقالي 2 3 ما بدفعش العشور. محوش المبلغ ده وجايبه للخدمة. فابونا قال له تحب تحطه في ايه؟ قال له لو حطيناه للفقراء، الفقراء ليها ناس كتير بتحبها وبتدفع لها، لو حطيناه يا ابونا في الملاجئ ناس بتتبرع، انا عايز حد من الخدام باللي انت بتعتبره زي ولادك يكون عنده مشكله في الجواز وتساعده بيه، انا عارف ان موضوع الجواز دلوقتي في مصر صعب وكده، بس المبلغ ده لو قسمته على 2 مش هينفع مش هيبقى ناقص، اديه شوف حد انت كده بتحبه وحد متابع معاه واديه. ابونا بيقول قاعد كده ببص اكن بالظبط الفلوس دي جايه متفسره على الشخص ده. ليه؟ عشان شخص كان عنده ثقه وايمان. قال له يا ابونا صلي لي وربنا هيشتغل.
طول ما الواحد بيخدم ربنا وطول ما الواحد مع ربنا، ربنا مش هيتخلى عنه. يبقى اول نقطه عشان ربنا يستجيب الصلاه تكون صلاه بالثقه والايمان. النقطه الثانيه تكون صلاه من قلب طاهر، تكون prayer from a pure heart. يعني ايه؟ يكون some heart have no hate against anyone, some heart he not jealous from anyone, some heart love everyone. So this person when he pray, God he hears and accept his prayer. One of the story happened in one of the school in America. You know, America they got the black and white and got this. For the teacher, she found a black people all gathered together. She found all the Chinese gathered together. She found all the white gathered together. And any problem, we found everyone stick to each other. They told them, we cannot do next week again. I want everyone Monday morning to come to get one potato and the plastic bag. And whatever the game. But if you cannot participate in this game, you have to stick for 1 week. So every one of the kids is exciting and get Monday, everyone get 2-3 potato and the plastic bag. She told them, if you hate anyone, just write his name in this potato and put in the plastic bag. So if someone hits 2-3 of the students, he gets 2-3 potato and put the plastic bag. Someone he hit one, he writes his name and put in the plastic bag. And what happened after? She said, this game, the plastic bag with you have to stick with you for 1 week. You go out, you go with the plastic bag, you come back with the plastic bag, you sleep, you have your plastic bag with you. So after 2-3 days, they feel the plastic bag starts getting heavy. After 2-3 days, it starts, the potato get rotten and stink. And they can't handle anymore. So the week finished and they give it back to her and she told them the lesson from this game. If you hate someone, that's exactly happened inside your heart. Can it be stink? You don't like it and you're not gonna be, your prayer not gonna be accepted. God, he creates everyone equal. So that's why we have to love each one from a pure heart. So told them exactly that can your heart is stink and can be heavy load in you whatever you walk anywhere because you hate a person, it's gonna be heavy load for you. So got to accept our prayer to be from faith and confident heart. Number two, to be from a pure heart. Number three, النقطة الثالثة تكون صلاة ببساطة. يعني ربنا قال لهم لما تيجوا تصلوا هنا في القطعة الإنجيل بيقول لهم قولوا يا أبانا الذي في السماوات. طب ليه يا رب أنت اخترت أبانا؟ بيقول عشان أحسن طلبة إن الواحد يطلب من أبوه. يطلب ببساطة، يكلم باباه ببساطة. في فرق كبير بين إن واحد بيشتغل عندي في الشغل جاي يكلمك فورمال وبيطلب منك حاجة، وفي فرق إن ابنك يقول لك يا بابا أنا محتاج حاجة، بتعمل بيج ديفرنس. ربنا عايز يحس إن هو أبونا وهو اللي متولى كل حاجة في حياتنا وإحنا بنطلب منه هو بس. فقال عشان كده قال لهم لما تطلبوا قولوا يا أبانا. وتكون صلاة ببساطة، مش نقف قدام ربنا نجيب كل الجرامر اللي إحنا متعلمينه ونجيب كل العربي والركعة والحاجات دي ونجيب شعر وبتاع. وبتلاحظوها في اجتماعات الصلاة، لما نعمل اجتماع الصلاة نقول لواحد وقف يفضل يجيب كلمات ويدور ويعمل. ربنا عايز يسمع صلاتنا ببساطة. أحد الرهبان كان قاعد في الآلية بتاعته فجاله ناس زاروه، فقام مسك، كان أيام السم الكبير، كان عنده جوز حمام مسكه ودبحه ونظفه وطبخه للناس دي. ففي رهبان ماشيين جنب القلاية فشموا ريحة طبيخ، فكان أيام الصيام الكبير ممنوع أي حد يعمل طبيخ. فراحوا رئيس الدير وقالوا له الحق أبونا فلان ده في الصيام الكبير كسر قانون الدير وعمل طبخ وشمين ريحة طبيخ. فرئيس الدير جه معاهم وجه لقى طبق حمام للضيوف. فرئيس الدير بيقول له يا أبونا أنت مش عارف إن إحنا في الصيام الكبير ممنوع إن أنت تعمل طبيخ؟ فقال له يا سيدنا أنا من ساعة ما دخلت الدير أنا مش عارف إمتى الصيام بينتهي وإمتى الصيام ما بينتهيش، يعني حياته كلها صيام. قال له بس يا أبونا ما ينفعش تطبخ حاجة زي كده في الصيام الكبير. فبص للحمام كده وهو كده عمال بيطبخه وقال له بدل ما هما بيقولوا إن ما ينفعش أعملها في الصيام الكبير يلا طير. لقوا الحمام طلع له ريش وطار من البوت اللي هو الحلة دي وطار. بسبب بساطة الراجل اللي بيصلي ده، أبونا تدرس يعقوب كاتبها في الكتاب بتاعه. فلازم تعلمنا إن الواحد ربنا بيطلب بساطة في الصلاة، مش تعقيدات وفورمال وحاجات. يبقى عشان صلواتنا تبقى مستجابة وتطلع السماء تكون صلاة من بإيمان وبثقة، تكون صلاة من قلب طاهر
ثالث حاجة تكون صلاة ببساطة. رابع حاجة number four to be from as God wills. God we told them here when you pray said as you God will. As God will, not my will, but God will. Exactly like a father having children with him and he saw a mango tree. He loved the mango. He saw first tree, he want one, but still it's not ready. But his father, he's very wise, he looked far away. He found another tree and another fruit of mango and already cooked. So he wait until go all the way and get it for him. But his son, he's very angry, he not listen because he want whatever he see, he want. No, God, he doesn't do this with us. God, when we pray in the right time, he answer us. In the right time. Not the time we see, no, the time he see. Sometimes we apply for job, but he not giving it to us. Sometimes time we want something, but he not giving us, because that's not good for us. He know better than us. So as God will, not as I will, my will. One of the story, Abuna Bishoy Kamil, he loved to build a church. In Alexandria, every 1 year, 2 years, he found him build a church. So the police not happy with what he doing, so he start watching. They found him, he buy a land, and they start to put concrete. They send a soldier, who's officer, and they told him, you're not gonna build this one. And they stop him. Anyone he move to come close, the police get him and kick him out. So one day the cleaner on the church, he started to clean one of Abuna sporting the church, he found a bomb inside the church. So a bomb to be in the church, all the police come from Alexandria, everyone talk about it, everyone was worried and everyone started. So because they have to do investigation, they will have to do 2-3 days investigation. And the people in the church, they say, God, that's your church. Why are you not protecting your church? God, that's your church. Why are you not protecting your church? And everyone was asking God, why is it happening? Abuna, he see all the police in the church. He see everyone busy. He told his deacon just to go, tell him to build the second story. Everyone was busy, everyone he was doing the investigation, they went straight away, get the concrete, and they start to build second level. After the police finished the investigation, they found him build second level. He told them, why you do this? He said, you didn't protect our church, you want me to complain to say someone Muslim put bomb? He said, no, don't say anything, and he built the church. As God will, God, he let someone put his bomb in one of the church, so everyone come, everyone busy. So Abuna, he can have the chance to build the second church. So when we pray, we say, as God will, not as I will. Baba Shnuda li kelma halwa awi, biul kul salam mustajaba, hatta salah alati lam tustajab, fa istijabatha fi adam istijabatha. Tani, kul salam mustajaba, hatta salah alati lam tustajab, fa istijabatha fi adam istijabatha. Yani, aw ma bnirfa idna kida bnisalli, Rabbina biyasma. بس امتى ربنا يحقق الطلبة دي؟ في الوقت اللي ربنا يشوف الناس. اخر نقطة اللي هي نقطة الخامسة، ان تكون صلاة بقانون، تكون prayer with you know with system with ابونا يقول لك عندك مثلا morning prayer night prayer you have to do. عشان if you miss one day ولا الواحد نسي مرة كده ما يصليش يرجع تاني ويكمل. لكن ساعات الشيطان بيضرب الناس ايه؟ يقول انت عمال تصلي بالاجبيه تصلي بالاجبيه انت ما بتستفادش حاجه. لكن ايه؟ اقف صلي ربنا. تقف تصلي من غير اجبيه ربنا مره مرتين ثلاثه جميل قوي كل حاجه، بس بعدها باسبوعين ثلاثه ولا ابتديت تصلي بالاجبيه ولا ابتديت تقف قدام ربنا وكل صلاتك انتهت على ابانا الذي في السماوات. لا، ربنا عايز ان الواحد يكون ليه صلاه قانون، واللي يعمل له الصلاه دي اب اعترافه يحدد له قد ايه تقدر تصلي، قد ايه هاو لونج تصلي، الصبح ولا بالليل ولا ايه، بينك وبين اب اعترافك تكتر شويه ولا تقلل شويه، عشان يوم لما تصليش ترجع وتصلي تاني، ما تخليش العمليه ايه تروح كده بسرعه. يبقى تاني القديس يوحنا زابيل فان بيقول الذي لا يصلي الا عندما يصلي، لا سوري، يوحنا زي قال الذي لا يصلي لا يوجد شيء فيه من الصلاح، واحد الاباء بيقول الذي لا يصلي الا عندما يصلي فهو لا يصلي. وعشان ربنا يستجيب الصلاه بتاعتنا خمس نقط، تكون صلاه بثقه وايمان،
تكون صلاة من قلب طاهر، تكون صلاة ببساطة، تكون صلاة حسب إرادة الله، تكون صلاة بقانون. ونفتكر كده القول بتاع بوشنوز ربنا يديله طول العمر، بيقول إيه؟ كل الصلاة مستجابة حتى الصلاة التي لم تستجاب فاستجابتها في عدم استجابتها. كل سنة وانتم طيبين، أسلوب الصلوات. Thank you.